طبعا ما شاء الله ما شاء الله، الاهلاويه النهارده يعني فرحه لا توصف، لانه الاهلي اتاهل لدور المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا، حاجه عظمه على عظمه. طبعا ده بعد ما فاز على اتحاد او الاتحاد المنستيري بثلاثه، التونسي يعني، بثلاث اهداف نظيفه فله في المباراه اللي جمعتهم النهارده، وده كان طبعا في اياب دور ال 32 للبطوله في استاد الاهلي والسلام. الاهلي كان قبل كده لو تتذكروا الاسبوع اللي فات كان فاز برضو على الاتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف قبل ما يكرر فوزه النهارده بالثلاث أهداف النظيفة دي علشان يوصل هذا المارد الأحمر لدور المجموعات بالفوز برباعية نظيفة في مجموع مباريات الذهاب والعودة. طيب خلونا نحاول نفهم أكتر حول هذا أو هاتيك يعني واحدة مباراة فاتت والمباراة بتاعت النهاردة وأمور أخرى مع ناقدنا الرياضي البارز الأستاذ المحترم أحمد درويش. ازيك يا أبو حميد؟ استاذ يوسف وحشني، عامل ايه انت اكتر؟ طمنا حضرتك، عامل ايه؟ دايما متألق. طمنا عليك، واخبار الاهلي ايه وفرحته؟ والله الاهلي يبدو انه يسير على الطريق الصحيح، ما شاء الله. هناك بشائر، هناك علامات ايجابيه، هناك ما يدعو الاهلاويه الى الثقه والاستبشار بخير، يعني تفائل بخير ان شاء الله. حلو جدا. طيب الاهلي يمكن كان قبل كده عنده حاله من حالات اللخبطه، عدم الاستقرار، فقدان الثقه، هل استعاد الاهلي ثقته في نفسه وفي جهازه الفني وفي تشكيله وما الى ذلك؟ شوف يا استاذ يوسف، دايما كده كره القدم مع المدربين بالتحديد، يعني خبراء اللعبه او المتخصصين من مارسوا اللعبه عن مده طويله، فدايما يقول لك ايه؟ احكم على المدرب من 6 8 ماتشات عشان تقدر تكون انطباع كامل عنه. لكن في مدربين كده بيخطفوا قلبك وبيخطفوا نظرك بسرعه. يعني ايه مثلا؟ يعني جوزيه مثلا اول مباراه لو تفتكر كسب ريال مدريد 1-0. صحيح. فبيديك ايه؟ وما ادراك وقتها بزين زيدان، راؤول، روبرتو كارلوس، و و و احتفاليه الكارلوس لو تتذكر بهدف صندي الشهير يعني. وبدأ جوزيف تفطير تاريخ مع الأهلي. سواريش لما جه أهلي هو مدير فني الذي أقيل مؤخرا قبل تولي الكرة، الجميع لم يستبشر به خير في أول ماتش وأول ماتشين، وبعد كده العملية فتحت حتى تم إقالته. كولر مدرب من ريحة فايلر، بل بالعكس مدرب واضح إن هو قاري الأهلي كويس وجه في ظروف افضل نسبيا، فتره راحه، فتره استشفاء زي انت ما بتقول، فتره اعاده توازن، وبالتالي ما عملش الاهلي رغم الصفقات القويه اللي كان منتظرها الجمهور، لكن في الحقيقه الاهلي ينتهي القوام هو الافضل او ضمن الافضل على مستوى افريقيا وليس مستوى مصر فقط. لما تتكلم على لعيب بحجم علي معلول مثلا، محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، كل اسماء دوليه وهكذا 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 في جميع المراكز. اذا فتره الاجهاد اللي كان تعرض لها الاهلي مع عدم التوازن مع رحيل موسيماني، امور وصلت الاهلي الى خسارات متتاليه. بعد خساره دوري ابطال افريقيا لو تفتكر قدام الوداد المغربي في المغرب، خسرت الدوري، خسرت الكاس امام الزمالك، وبالتالي يبدو ان الاهلي على الطريق الصحيح. ليه بقى؟ بنشوف طريقة لعب مختلفة، بنشوف روتيشن كويس. يعني انت الماتش اللي فات مثلا الاهلي كسبان وعمرو السواقي اساسي، الماتش ده عمرو السواقي احتياطي واللي بيلعب مكانه حمدي فتحي هو اللي بيجيب هدفين وهو لاعب ديفندر. الماتش اللي فات كنا بنشوف مع موسيماني ومن قبله ان الاهلي بيلعب بره ملعبه بثلاث لعيبه مدافعين في وسط الملعب، يعني حمدي فتحي، السواقي، الوديان، وبيديك الطابع الدفاعي او ان انا عايز اخسر باي نتيجه. بتشوف كولر رايح يهاجم في تونس، الاتحاد المستير ده وصيف الدوري التونسي، رايح يلعب 4-2 وجناحين واثنين لعيبه هجوم، وبالتالي هناك رغبه هجوميه او في استعاده شخصيه الاهلي واضحه منذ 90 دقيقه اولى. لعيبه الكوره بتفهم وبتحس، بتحس من خلال التشكيل، من خلال التغييرات، من خلال شخصية المدرب، وبالتالي كولر يبدو أنه سينجح في استعادة بريق الأهلي، استعادة شخصية الأهلي، استفاد جدا جدا من فترة التوقف أو قدومه في وقت
مناسب في فترة إعداد مناسبة. الأهلي بدأ يعودوا لعيبة كتير ولسه هيعودوا لعيبة تانية، زي هتشوف أيمن أشرف، هتشوف لعيبة مصابة مش موجودة النهاردة، مش موجودة الماتش اللي فات. وبالتالي أنا أعتقد إن بنسبة كبيرة الأهلي سيكون ندا قويا في أفريقيا وفي البطولات المحلية. طيب من الأهلي هنتقل على الاحتفال المثير للجدل بتاع أحمد عبد القادر، شفته إزاي؟ والله انا شخصيا في مثل هذه الاحتفالات بحب الوضوح، يعني ما بحبش حاجه تبقى قابله للتاويل وللتفسيرات الخاطئه. انا شفت انتقادات ناس كتير، منهم اعتقد مساعد وزير التضامن الاجتماعي، شفت انتقادات كتير على السوشيال، لان التوقيت توقيت مريب ايا كان بقى اللي انت تقصده، مش هندخل في نيتك، لكن احنا في الوقت ده يا استاذ يوسف دايما عايزين نبعد عن الريبه والشك، ونبعد عن الحاجات اللي فيها جدل سوشيالي او جدل على السوشيال. فمش عايزين نحط امور زي دي غير بموضوعها. وبالتالي ما كنتش اتمنى ان هو يعمل احتفال بهذه الطريقه، حتى وان كان حسن النيه. عبد القادر تعرض لضغوط كتير جدا جدا الفتره الاخيره، خاصه من جمهور الاهلي. كان عليه عبء كبير جدا انه لعيب غير مفيد في الفريق، لعيب بيبحث عن نفسه، انانيه ذاتيه نرجسيه، حاجات من هذا القبيل. وبالتالي النهارده كانت فرصه ان هو يقدر يعبر، خصوصا انه بيلعب اساسي في ماتشين، في وقت عندك حسين الشحات بره وعندك لعيبه تانيه تقيله بره، لكن هو واخد مكان اساسي. فاعتقد ان هو ضغوط كانت تعرض لها اللاعب احمد عبد القادر، لعيب لسه صغير في السن قدامه عمر كتير، لكن اعتقد ان هو كان حابب بس يرد بطريقه ما على غضب بعض جماهير الاهلي عليه الفتره الاخيره. ليه دايما السوشيال ميديا تذهب في تفسير اي شيء الى التفسير السلبي؟ يعني ليه ما تقالش انه عبد القادر كل اللي بيقصده انه الاهلي في دمي مثلا؟ يعني كنت انا بص عايز اقول لك على حاجه، انا ما رضيتش اقول لك الجمله دي، لان انا مش عايز مشاهد كريم اللي قاعد يقول لي انت نصبت نفسك محامي وبتدافع عنه، وانت ايه دخلك في نواياه؟ عشان كده انا فاهم، وانا اتكلمت مع احد لعيبه الاهلي بعد المباراه وقال لي هو بيقصد هذا المصطلح بالظبط اللي حضرتك قلته، لكن احنا بنقول بقى ايه؟ هو يقصد كده، هو بيرد بالطريقه دي، فاحنا بنقول مش عايزين. احنا في وقت انا اسف في بعض الاحتقان او بعض التفسيرات الخاطئه، فعايزين نهدي الدنيا شويه، خصوصا ان احنا ايه؟ عندنا احداث كتير جايه، دوري هيبدا، كاس السوبر في الامارات، ودي بطوله مهمه جدا جدا للاهلي وللزمالك في 28. وبالتالي زي ما حضرتك قلت كده، يعني نتمنى ان احنا ايه نخف عن هذه الاحتفالات، يعني يعني زي ما يقول لك ابعد عن الشر وغني له، ما يقبل الكثير من التاويل ابعد عنه وخليك في المباشر. بالظبط. طيب الصفقات بتاعت الاهلي والزمالك، حدثني ولا تخبي عني شيء. على الورق موسم ضعيف بالنسبه للنادي الاهلي، ويتنافى تماما مع بيان الكابتن محمود خطيبه المتلفز عبر قناه النادي الرسميه من شهرين ونص، اللي هو قال فيه نصا ان احنا هندعم في كل صفقه. النادي الاهلي بما يمتلك النادي الاهلي من شعبيه وقوه وراس مال، الاهلي يمتلك ميزانيه كبيره ما شاء الله، لم ينجح في ضم العديد من الصفقات التي دخل فيها. عديد من الصفقات عشان يبقى ايه؟ الجمهور يبقى عارف ان الاهلي ميركاتو بتاعه ضعيف او ضاد جدا بلغه الجامعه بتاعتنا. الزمالك كان اقوى، الزمالك كان اكثر في الصرفا، الزمالك كان عنده رغبه انه يدعم في كل المراكز اللي احتاجها مديره الفني، وبالتالي المقارنه كانت لصالح الزمالك بفارق كبير جدا، 10 11 صفقه للزمالك، في المقابل الاهلي لم ينجح الا في ضم سافيو اللعيب البرازيلي اللي هو واضح من لمساته انه هيكون اضافه مش مقلب للنادي الاهلي، ومراكز ضعيفه جدا للنادي الاهلي. وبالتالي الاهلي ما استفادش الاستفاده القصوى من الميركاتو الصيفي. دايما يا استاذ يوسف بنقول ايه في لغه الكوره؟ موسم الانتقالات الصيفيه بيبقى اكثر غزاره، لان في الشتاء بيبقى انت محدد بعدد، احيانا ثلاثه احيانا خمسه على حسب اللوائح بتاع كل سنه، لكن في الصيف بيبقى عندك عدد متاح. عندك في انديه في مصر غيرت جلدها بالكامل، المصري ما ادراك ما المصري، وكامل ابو علي، وما حدث معه سيراميكا كليوباترا، فيوتشر 12 لعيب، نادي اسوان هيثم عرابي رغم ضعف الامكانيات والكابتن ربيع ياسين.
فالنادي الاهلي عم يعمل ثلاث صفقات بس، وبالتالي هو موسم ضعيف جدا للنادي الاهلي. لكن ما تراهن عليه اداره الاهلي وفقا لاحد ابرز الناس اللي بيديروا ملف الكوره في الاهلي بتكلم معاه، قال احنا بنراهن على استعاده لاعبي الاهلي شخصيتهم. حلو، انا هجيب جون مين او حارس مرمى مين اقوى من محمد الشناوي في مصر؟ هجيب مدافع مين افضل من محمد عبد المنعم في مصر؟ هجيب وسط مدافع مين افضل من ديانج في مصر؟ وبالتالي انا عندي فريق بحثنا عن امكانياتنا المحدوده ودعمنا. لو احتاجنا لعيبه في يناير اكيد هندعم. ده كان رد مسؤول اهلاوي بارز. لكن على الورق هو موسم مخيب او ميركاتو مخيب لجماهير الاهلي. الناس هتنتظر لعيبه يعني كتير، تشوف انه هذا مثلا من انبي، كانت تنتظر ضم احمد رفعت لاعب فيوتشر، كانت تنتظر احداث العديد من الصفقات اللي هي هتساعد الفريق شويه. يعني تشوف ان الصفقات دي تصب في صالح الزمالك اكتر ما تصب في صالح الاهلي؟ احيانا بيكون سلاح ذو حدين يا استاذ يوسف. هتقولي ازاي؟ هقول لك لو تفتكر موسم 2014 2015 لما الزمالك كسب الدوري العام مع فريرا لو تفتكر السنه دي. طبعا الزمالك بعدها غير 17 لعيب او عدد كبير يقترب من هذا الرقم. خسر الدوري لمواسم متتاليه. احيانا التجانس والانسجام والحفاظ على قوام الفريق الاساسي بيكون هو الخيار الانجح والادق للصواب. الا في تدعيمات خمس ست لعيبه بالكثير، انما الزمالك 11. وكان الزمالك ليس هو بطل الدوري والكاس. واخد بالك؟ وبالتالي كل اداره بتبحث عن تدعيم او استعراض القوه بالطريقه التي تراها مناسبه لاحتياجات فريقها، وفي الاخر المحصله هنشوفها في نهايه الموسم. هتنجح استراتيجيه الاهلي في الحفاظ على قوامه الاساسي والتدعيم في ادق الحدود، ولا هتنجح استراتيجيه الزمالك ان انا اضخ 11 لعيب جديد وفقا لاحتياجات المدير الفني فيريرا؟ هنشوف. يا ميسر الحال، انا عايز اشكرك جدا على الوقت وعلى التحليل. الناقد الصحفي الناقد الرياضي البارز صديقنا وزميلنا العزيز احمد درويش، الف الف شكر.